اللي حصل النهارده ايه بقى؟ طيب اللي حصل النهارده بدايه كده، البنك المركزي الصبح اخد قرارين مع بعض، يعني علشان يحمي زي ما قلت لحضرتك كده التدفقات النقديه من ان هي تخرج للخارج. الهوت ماني ما يهربش. ده مش الهوت ماني، الاستثمارات عموما. وموضوع الهوت ماني ده موضوع صغير، لان احنا عندنا حضرتك ثلاث انواع من التدفقات النقديه. التدفق الاول هي تدفقات في ادوات الدين المصريه، ودي اللي بيتسمى يعني هوت ماني. الحاجه الثانيه هي التدفقات الى البورصه المصريه. والتدفق الثالث هو تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر اللي بيدخل يعمل مصانع. الثلاثه النهارده استفادوا من قرارات البنك المركزي، والبنك المركزي كان مستهدفهم في قراراته، رغم انه حضرتك ممكن تقول ازاي الاستثمار الاجنبي المباشر يستفيد، ده انت رفعت الفائده. هقول لحضرتك بالتفصيل الثلاثه ايه اللي حصل فيهم. اول حاجه الهوب ماني، دول نوعين، اللي هم الاستثمار في ادوات الدين، دول نوعين. النوع الاول ده موجود في مصر، وده هيستفيد بشكل مهم جدا، لانه سعر الفائده ارتفع. وسعر الفائده ده حضرتك عارف ان احنا مش بنتكلم عن سعر الفائده العادي، احنا بنتكلم عن حاجه اسمها سعر الفائده الحقيقي. وسعر الفائده الحقيقي ده هو الفرق ما بين التضخم وما بين الفايده اللي بيديها البنك، لان انا في الاخر لما بدي لحضرتك الفلوس بتاعتي عاوز اخدها عند سعرها الحقيقي، فكل ما التضخم يجي عليها كل ما سعرها يقل. فلما اجي احسب الفايده بتاعتي بحسب على حاجه اسمها معدل الفايده الحقيقي، وده الفرق بين معدل الفايده اللي بيديه البنك ومعدل التضخم. لو حضرتك شفت الفرق عندنا النهارده 5% في الولايات المتحده الامريكيه كام؟ سالب 6%. حلو الكلام؟ يبقى احنا كده عندنا النهارده القرارات اللي اترفعت النهارده دي تفيد الموجود فعلا. طب واللي جاي من بره اللي انا عاوزه يجي؟ تفيده جدا. ليه؟ لانه اولا سعر الجنيه انخفض قدام الدولار، بالتالي الراجل كان هيجي يفك الدولار بتاعه ب 16 جنيه هيفكه النهارده ب 17 18 جنيه. فتكلفه استثماره قلت. تكلفه استثماره قلت واخد جنيهات اكتر. طبعا. الجنيهات دي هيحطها في البنك، كان هياخد امبارح عليها 9%، النهارده هياخد عليها 10%. قصدي كان هياخد عليها 8%، النهارده هياخد عليها 9%. يبقى اللي جاي اللي موجود استفاد، واللي جاي من بره استفاد. طب وبالنسبه للاستثمار الاجنبي المباشر استفاد ليه؟ لانه حضرتك ممكن تقول ده رفع سعر الفايده وده بالتالي هيجلي الاستثمارات عليه. لا، هو عمل له حاجتين. اول حاجه ثبت له سعر الدولار الجمركي، بالتالي الراجل ده هيجيب وارداته من الخارج بسعر 16 دولار، ولما يجي يبيع صادراته للخارج هيبيعها الدولار في مقابل 17 او 18 جنيه، وبالتالي سعر المنتج بتاعه ينخفض في الاسواق العالميه، بالتالي يبقى المنتج بتاعه بقى بينافس بشده جدا، لانه انخفض على الاقل 20% من غير ما هو انخفض اي حاجه خالص عليه. يعني دلوقتي انا بدل ما كنت هبيع القميص بتاعي مثلا ب 20 جنيه هبيعه مثلا ب 15 جنيه، هبيعه القميص بتاعي دوت ب 6 ب 14 جنيه. ليه؟ لان ثمن الدولار نفسه نزل من 16 جنيه ل 18 جنيه، فبالتالي ثمن ال 18 جنيه دول كانوا يشتروا دولار واحد، فبالتالي انا حصل عندي وفره 20%. لما اجي ابيعه في الخارج انا كنت ال 16 دولار ال 16 جنيه كانوا بيجيبوا دولار، دلوقتي ال 18 هيجيبوا دولار. بالتالي يبقى انا المستثمر الاجنبي المباشر استفاد، المستثمر بتاع الادوات الدين استفاد، والمستثمر بتاع البورصه استفاد، لانه الاصول اللي في البورصه طبعا هنخفض لما الجنيه انخفض، لان البورصه عندنا مقاومه بالجنيه. حضرتك كنت النهارده هتشتري سهم مثلا اي شركه، السهم ده كان السهم ب 16 جنيه ده كان بدولار واحد، بقى النهارده الدولار ده بقى ب 18 جنيه، بالتالي ثمن السهم نفسه قل 17%. بس كده ثمن السهم نفسه اللي انت داخل تشتريه انخفض، وده اللي عامل الارتفاع اللي حصل. قدره شرائيه للاسهم اعلى بس كده، وبالتالي ده اللي عامل الطفره اللي حاصله في اداء البورصه النهارده، لانه الاصول اللي في البورصه ثمنها انخفض بالنسبه للدولار، فاللي فاهم دخل اشترى بس كده. فده يبقى عندنا المستثمرين كلهم استفادوا. طب المستثمرين اللي استفادوا، المواطن المصري اتضر. ما هو ده على طول المقابل ليه الضر. ليه؟ لانه اول حاجه انت خليت الجنيه بتاعه رخص، وفي نفس الوقت رفعت عليه سعر الاسعار اللي انك بتستورد بالدولار، ده غير صحيح. ليه؟ لان البنك المركزي راعى الاثنين. اول حاجه منع الارتفاعات السعريه اللي على السلع لما ثبت سعر الدولار الجمركي، بالتالي انا منع يعني في ارتفاع صغير خالص من 16 من 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 15 ونص ل 16 جنيه، دول 50 قرش بس في 16 جنيه كلهم، وانا بالتالي ثبت لك السعر طول الفترات اللي جايه، والمستورد والمستهلك بقى عارف ان مفيش ارتفاعات سعريه على سعر الدولار، دي اول حاجه. طب وبالنسبه للدولار والجنيه اللي قل، عملت لك وعاء تاني ب 18% تقدر تحط فيه في البنك، يبقى انا زودت لك الانفاق بتاع، زودت لك عدد القوة الشرائيه بتاعت الجنيه اللي قلت، انا اديتك في مقابلها جنيهات اكتر تقدر تعوض بيها فرق القوه الشرائيه. انا بحمي لك مدخراتك ان كان لديك مدخرات، انا ما بقولكش ان كل المصريين عندهم فلوس، لا، لسه اللي عنده فهمي. مدخرات انا بحمي لك مدخراتك. طب واللي ما عندوش مدخرات يعمل ايه؟ جاي بقى وزاره الماليه جات له من الجهه الثانيه، تعالى انت بتشتغل موظف، طيب خد زياده،
في الاجر بتاعك من الشهر ده مش هنستنى شهر 7 على المعاش، خد زياده من المره دي. طب عندك مصنع بلاش، انا بقول لك عندك مصنع صغير، الضريبه العقاريه انا هدفعها لك. طب عندك مش هدفعها لك السنه دي بس، ده 3 سنين. وخد بالك ان في قرار مهم تاني جدا 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 الناس ما اخدتش بالها منه، ان احنا رفعنا حد الاعفاء الضريبي لجميع الضريبه على الدخل لجميع الموظفين من 24000 ل 30000 جنيه. ده هيستثني شريحه واسعه جدا، هيرفع على حضرتك برضو الدخل بتاعك. يبقى انا كده دخلت حوطت المصريين ضريبه الارباح الراسماليه بتاعت البورصه. صح يا فندم، صحيح. انا بس بقول لحضرتك ان حضرتك احنا وصلنا خالص للراجل المصري اللي ما عندوش اي، اللي ما عندوش لا مدخرات وعنده حاجه عايش على مرتبه. الراجل ده اتحمى النهارده. خد بال حضرتك ان احنا ايه، احنا كده كده مضرورين، العالم كله متعور بسبب اللي بيحصل. بقول لك حتى الولايات المتحده الامريكيه متعوره، الاتحاد الاوروبي متعور، فانا كده كده متعور في وسط الازمه دي مع الناس كلها متعوره. لكن انا بقى ايه التعوره، مين اللي اخذها؟ الاداره اللي اخذتها، الدوله اللي اخذتها، لان الدوله تقدر تستحمل شويه. ما هو ده كله جاي من، ده كله جاي من الدعم اللي حصل، ده كله جاي من حاجتين. الموازنه العامه للدوله عن طريق الاحتياطات بتاعتها 130 مليار جنيه اتحطوا النهارده في حزمه الدعم بتاعت وزاره الماليه، والبنك المركزي هو اللي هيتحمل الفرق الفايده الكبير. طب دي